قضية مقتل طيب الذكر الشهيد نيافة الأنبا أبيفانيوس أوسكوف ورئيس دير أبو مار. طبعا نحن نعلم جيدا القضية متهم فيها وائل سعد وريمون صبحي، وحكم عليهم هما الاثنين بالإعدام لاكتمال أركان الجريمة من أداة، من اعتراف، من تحريات. ولكن محامين المتهمين كان محامي وائل سعد معالي المستشار إيهاب صدرة، أو محامي ريمون معالي المستشار ميشيل حليم، قاموا بطلب الطعن في الحكم لدى المحكمة. إجراء قانوني جدا، أي حكم بيقبل الطعن وليس يقبل النقد، وده اللي حصل. الناس تناولت هذا الخبر بشكل خاطئ، انه تم قبول الطعن، ولكن هو الحق انه تم قبول طلب الطعن المحدد به يوم 1/4 القادم. لتفاصيل اكتر معانا المستشار ايهاب صدره، اللي هو نفسه وضح هذا اللبس اللي وقعت فيه بعض الجرايد واللي تناوله بعض الاشخاص او كانت العديد من الاشخاص بشكل خاطئ. مساء الخير يا معالي المستشار، ازاي حضرتك؟ اهلا بك استاذ ايهاب. وضح لنا نقطه الفرق الاول ما بين قبول طلب النقد او النقد نفسه. الناس تناولت هذا الخبر بشكل خاطئ. تمام. هو النقد يقدم خلال 60 يوم من تاريخ الحكم، كان يقبل شكلا ثم يحدد له جلسه موضوعيه. نعم. جلسه لنظر النقد، نعم. عما إذا كان يقبل من عدمه. وهي المحدد فيها جلسة 1/4، يعني معنى ذلك أن جلسة 1/4 للنظر في مدى قبول النقد أو رفضه من عدمه. تمام. تمام فندم. تمام. يعني جلسة 1/4 المرافعة فيما يتعلق بسلامة الحكم، وأن المتهمين قد لاقوا في هذا الحكم إذا كان هناك خطأ ما، إذا كان هناك طلبات لم يستجاب إليها، إذا كان مدعو إلى كافة الإجراءات القانونية. المحكمة تنظر، محكمة الله تنظر فيها وتصدر حكمها بقبول النقد، ثم تحدد جلسة أمام نفس الدائرة اللي أصدرت قرار قبول النقد. طيب لماذا بقى يتداول البعض الأخبار الخاصة أن هو تم قبول النقد نفسه؟ ده الكلام مش مظبوط. مش مظبوط. طيب. لا خالص. طيب إذا كانت المحكمة تمام، إذا كانت المحكمة أقر فعلها وفقا للعدالة بحكم الإعدام الذي صدر، وأنتوا طلبتوا كمحامين، وده استيفاء شرط قانوني أنت لازم تعمله، يعني أنت كمحامي لازم تكمل دورك الآخر، أنت تقدم طلب للنقض في الحكم الذي صدر ضد موكلك، ده شيء طبيعي. حتى لو احنا كلنا عندنا قناعه وانت عندك قناعه اخرى، لازم ده اشتراطات قانونيه عشان تستكمل دورك كمحامي. السؤال بقى هنا، ترى هناك قبول للطعن ولا لا ترى؟ لان انا برضو الطعن لازم يكون مبني على اختلافات حصلت. يعني انا النهارده لما اسندت هذا الحكم اسندته الى معلومات وادله واثباتات وادات كريمه واعتراف. طب يا ريت نرجع، لا ضروري نرجع تاني يا استاذ ايهاب ارجوكم، ده ما يقعش دوت، فارجوكم نرجع له تاني. اكمل بقى الامر. فاذا كان هناك حكم صدر بناء على ادله واثباتات وادات كريمه واعتراف، فعشان يحصل تغيير في النقد ويصدر حكم تاني لابد ان العوامل دي تختلف تتغير. بمعنى ايه تتغير؟ ان تكون اداه الجريمه مش هي اداه الجريمه، وتكون الاقوال والاثباتات والادله والشهود وكل حاجه مش موجودين، كل ده اختلف. او يكون المتهم نفسه قال ان هو ما عملش الجريمه، بس ده مثبت مش اقوال، ده مثبت. وبالتالي ملابسات الجريمه بالكامل بشكل او باخر لازم يكون فيها نوع من انواع التغيير الجذري علشان النقد يحصل او يحدث فيه تغيير جذري مع عمليه طرديه. يعني هذا يحدث فانعكاسا هذا يحدث. لكن ان انت تحاول ان انت تضلل الراي العام ويبقى العنوان واضح، ان زي ما قال كده المستشار ايهاب صدره وده محامي المتهم الاول وائل سعد،
ان الطلب طلب طعن، لكي ترى المحكمة يوم 1/4 قبول الطلب او رفضه امر يختلف في المعنى وفي المضمون من ما روجه البعض ان هو تم قبول الطعن. ده بيرجع للقضية نفسها، ان اكم من اكاذيب نشرت في هذه القضية وادعاءات باطلة على الاسر في الانبا بفانيوس واتهام ان هو مهرطق وان هو مش عارف ايه من قبل البعض. وهل هذا يدفع، برغم ان كل دي اكاذيب، هل هذا يدفع لقتله بهذه الطريقه البشعه؟ ثم دعاءات البعض ان لا ده الدوله هي عملت كده، لا ده مش عارف ده اسم الاعراب ده مش عارف. طب فين؟ فين؟ يعني انا النهارده لما اتهم شخص بحاجه اتهم الاول شخص بعينه، مش اقول الدوله، اقول شخص بعينه، هذا الشخص هو الذي قام بقتل الاب بفانيوس. زي ما كده المحكمه أقرت أن وائل سعد وريمون هم الذين قاموا بقتل الأسقف بهذه الطريقة بناء على تمثيلهم الجريمة، لكن أن الموضوع يعني يعمم، ولكن الدولة هي التي قامت بقتله. طب أنا واحد والناس عارفة شهادتي أن أنا ضد الكثير والعديد والعديد من مواقف الدولة، آخرها حتى مواقف سجناء رأي، مواقف كثيرة جدا. بالعكس يمكن أنا محسوبة من المعارضة الشديدة ضد الدولة ونظامها ورئيسها في أمور كثيرة جدا، حتى شفنا النهاردة ذبح سيدات قبطية. شمعنى هدف القضية دي تتضمن مع الدولة على حساب الكنيسة؟ شمعنى؟ وليه نتهم الكنيسة إن هي سلمت ولادها للدولة؟ والكنيسة تعمل إيه في قضية قتل؟ تعمل إيه بالعقل؟ يهاجموا البابا تودروس ان هو سلم الرهبان ده، ما سلمش حد لحد. البابا تودروس عرف ان في اسقف عنده في دير اتقتل بشكل جنائي، فاحنا في دوله طلب تحقيقات جهات التحقيق ان هي تباشر عملها الطبيعي، فبشرت فوصلت هذه التحقيقات الى اتهام السعد وريمون الى بقتل الانبا بفانيوس، فتموا محاكمتهم وبناء على الادله والاثباتات والشهود وتحريات النيابه والتحقيقات العامه والاعتراف وتمثيل الجريمه تم الحكم عليهم بالإعدام على هذه الجريمة البشعة. فخلونا موضوعيين، احترامنا لهيبة الكنيسة ورهبانها لا يقلل أبدا من العقاب لمن أخطأ. يهوذا أخطأ، وعندما أخطأ يهوذا لم نحاسبه كتلميذ بل إلى شخص قد انحرف عن الطريق الصحيح. فمن يخطئ يحاسب، حتى إذا أخطأت، إذا أخطأ والديك في جريمة يعاقب عليها قانون يحاسبوا على ذلك. نحن في دولة قانون، نحن لسنا في غابة. زي ما احنا بنطالب بتنفيذ القانون على الكل، نطالب بتنفيذ القانون على أيضا من أخطأ منا. وبولس الرسول قال قولا: اعزلوا الخبيث من وسطكم. أنا بحاول لو سمحتوا إيهاب يرجع تاني. أستاذ إيهاب معنا؟ معاك يا فندم. معلش استكمل كلام حضرتك يا أستاذ إيهاب لأنه مهم جدا. أستاذ إيهاب، أنا كنت بتساءل هل الطلب اللي أنتم مقدمينه للنقض في الحكم، هل حدث تغيير جذري في القضية ويعني أوراقها أو ملابساتها حتى تطلب التغيير أو تنتظر التغيير في الحكم في حالة نقض؟ تمام. بس لازم نفرق بين حاجة يا فندم، لازم نفرق بين الدعوة الموضوع إن محكمة النقض تنظر سلامة الحكم. نعم. سلامة حكم محكمة الموضوع اللي هو سلامة محكمة بتاي البرود، هل هذا الحكم صدر سليما؟ صدر، تحقق فيه دفاع الطاعن، تحقق فيه طلبات الدفاع. هناك اوجه كثيره كثيره تثار امام محكمه النقض لا تتحدث في الموضوع على اطلاقه، تتحدث في مدى سلامه الحكم. والحكم قد اصابه الكثير من العوار، واصابه كثير من المخالفات، وخاصه في عدم قبول طلبات الدفاع. وكان رد المحكمة ردا قاصرا لا يشفي طلبات الدفاع، بمعنى ما أفصحت عن نيتها بقالة واحدة فقط، وهي أنه لا جدوى من هذه الطلبات، على الرغم من وجهة نظر الدفاع في هذه الدعوة قد تصل بها إلى طريق آخر إذا ما تحقق طلب الدفاع. وأعتقد من وجهة نظر أن محكمة النقض تبحث على هذه الأداة، هل تم تحقيق دفاع الطاعن؟ هل تم قبول الطلبات الجوهرية التي لا يجوز المحكمة الموضوع التفات عنها؟ كل هذه تبحث فيها محكمة النقض من حيث سلامة الحكم. أما إذا تحدثنا عن الموضوع فنتحدث بعد قبول النقض. جميل، يعني حضرتك ليك طلبات لم تستجيب لها المحكمة التي يعني محكمة تاي بارود التي حكمت بالإعدام، فأنت بتطلب أن يتم التماسها في محكمة النقض. 14 طلب.
تمام. 14 طلبة وتلتمس تم التوقيع على هذه الطلبات من قبل رئيس المحكمة. تلتمس بعد رغم ينفذها. اوكي، تلتمس بعد اذا قبل النقض، يعني تلتمس بعد ذلك في حيثيات جلسات المحاكمه او عاده المحاكمه ان يتم الالتماس للطلبات بتاعتك او طلبات استاذ ميشيل، مش كده؟ قرار المحكمه بيبقى كالاتي يا فندم، تقول المحكمه قبل النقض من حيث الشكل وفي الموضوع بنقض الحكم وحددت جلسه مثلا كذا، تدي معاه جلسه مع اخبار النيابه العامه باحضار المتهمين لذات الجلسه وكثره شهود الاثبات والطبيب الشرعي لذات الجلسه. تمام. وتبدا المحاكمه من جديد تماما وكانها لم تنظر من قبل. طب على فكره انا متفق معاك ان يتم النقض في هذا الحكم الذي صدر عشان يعني يستوفي الجميع ظهور الحق، بحيث ان انتوا تكونوا استوفيتوا كل طلبات اللي قدمتوها ال 14، وفي نفس الوقت تكون اي اثباتات او ادله او اي امور مستجده في هذه القضيه تقر امام عين المحكمه لاتخاذ القرار العدالي السليم وفقا طبعا قوانين او الدستير المصريه والمواد التشريعيه خاصه بقانون العقوبات، ولا يعني احنا ما بنطلبش لا تهوين ولا تهويل في هذه القضيه. ولا هختم معاك كلمه واحده يا استاذ ايهاب، واقرش ان هذه القضيه هي القضيه الاكثر جدلا واثاره في شان الكنيسه القبطيه منذ بدايه عهدها وحداثتها حتى الان. انا تناولت الكثير من القضيه، لم ارى في حياتي، ربما حضرتك برضو كمحامي، لم نرى في حياتنا قضيه مثاره ومثيره لجدل مثل هذه القضيه، قضيه مقتل انبا فانوس. انا لا اطلب الا دم هذا البريء ان يرد، وانت كمحامي تطلب ان يظهر الحق. اعتقد لو ظهر الحق حتى لو اتهم موكلك هذا ايضا امر يرضيك كمحامي، وميثاق وشرف المحاماه يلزمك بذلك يا استاذ ايهاب، مظبوط؟ انا عندي قناعه تامه تماما، عندي قناعه تامه بالذات لما قعدت مع المتهم اشعيا، لما قعدت مع تحديدا ما هو ما بقاش اشعيا بقى وائل دلوقتي كرسيا، ما بقاش اشعيا كان وقت ما كنا. لا يعني بص احنا مش هناخد بالحرفيه، احنا بنتكلم على واحد اشعيا قلت سابقا بعدها. تمام. قلت سابقا. تمام فندم، بس انا عايز اوضح نقطه فيها برضه عشان اثارت الجدل كتير الايام دي برضه فيما يتعلق في اخواننا المدعين الصحافه. ايوه المدعين الصحافه اللي النهارده بينشروا حاجات مخالفه تماما لصحيح الواقع وصحيح الاوراق، ويدعون انهم صحفيين ويحاولوا يبادلوا افكار الطبقه، مش هنقول انها المتعلمه، الطبقه الوسطى بالفكر القانوني. بمعنى تاني اكتر، يعني بتدعي شيء على واقع اللي لسه هتنظم محكمه النقض وتقدم لي اوراق وتقدم كذا من واقع القضيه، على الرغم من واقع القضيه دي تم تفنيدها تماما في الجلسات. اما فيما يتعلق بان القاتل او مش من القاتل فهذه في علم ربنا، بس انا في علمي الشخصي نتيجه قراءتي لهذه الاوراق وقعدتي مع المون وقعدتي مع وائل استشفيت ومع بعض الرهبان من الدير، اكثر من 30 رائد قعدت معاهم في الدير، سواء كان قبل الجلسه قبل نقطه الحكم او حتى بعد نقطه الحكم. قعدت معاهم، انا مثل هؤلاء الشخصيتين لا يمكن باي حال من الاحوال، وهو اثروه في جلسه المحاكمه، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يقدموا على مثل هذه الخطوه، فيا رب يولي بالحق. امين. اشكرك جدا استاذ ايهاب صدره، المحامي للمتهم الاول وائل سعد، المتهم في قضيه مقتل انبا بفانيوس والمحكوم عليه بالاعدام.